هو طلب طريقة الطلب، طريقة الطلب ايه؟ ما فيش طريقة طلب، هي واحدة، انا عايز فبطلب، ايه الشكل بقى ما يفرق، المهم هو عايز يدعم الاهلي من وجهة نظره. فالنهاردة احنا لو عايزين نقول موقف ومجلس ادارة النادي الاهلي عايز ياخد موقف، يبقى اول حاجة الف به الدنيا بتقول ايه، 6 مليون جنيه اللي اتدفع الكابتن محمود الخطيب ايام الانتخابات وفوقيهم 100,000 بوس. صفقة صلاح محسن، اتنين تلاتة من رجال اعمال وهم كتير في مجلس ادارة النادي، هو مش مجلس ادارة النادي الاهلي قبل الانتخابات كان مليان رجال اعمال بطلوا يشتغلوا ومش رجال اعمال. طيب فلوس صلاح محسن هي عمل حاج، واحنا ما بنشحتش من حد لو احنا معتبرين اللي بيقوله الكابتن شوير شحات، لكن لا احنا شفنا اللي حصل قبل كده كان امر طبيعي من محب وعاشق للنادي الاهلي زي ما جمهور النادي الاهلي كان بيقول، يبقى اللي يعمله شوبير او كابتن شوبير اللي بيطلبه هو بيطلبه من محب وعاشق. عايزين وتبقى شحاته يبقى كله شحاته، عايزين ويبقى حب يبقى كله حب. صحيح. بنفرق ليه بقى؟ ولا عشان الناس دي متخانقه دلوقتي بقى شوبير كافر؟ صالحه ما يتصالحوا، وهيرجع بقى يقول لك ايه؟ لو انت طلعت اتكلمت وانتقدت هتبقى انت اللي وحش وانا اللي وحش. يا كابتن هبه، انا امبارح قلت كلام حضرتك، يعني تاكيدا لكلام حضرتك، قلت ان الكابتن محمود الخطيب كان موافق على الصلح. لقيت هجوم شديد جدا حاصل عليا ان انا قلت الكلمه دي، ان هو في كان كرراني عنواني او الجرحي او العمل فوق هم رفضوا الصلح. كلامك صح 100%. انا باكد على كلامك ان كلامك صح. المشكله دلوقتي يا استاذ احمد يا استاذ ايهاب ان هم كيف تقنع الجماهير او ميليشيات السوشيال ميديا والكلام ده، لكنك الخطيب موافق وعايز يتصالح واغلب امثله. باكد كلامك طبعا. معلومه صح 100%. لكن هي المشكله دلوقتي ان انت دلوقتي عليت السقف قوي وخليت الجماهير تهاجم تركي الشيخ وبقت ايه حرب. طب انت دلوقتي لا في مفاوضات في السر وفي تقارب وفي يعني خلاص قاب قوسين او ادنى من الصلح. الفكره بس فباكد معلومه استاذ احمد صح 100%، ان هي بس ايه ان انت